زوران ماميتش المدرب السابق للعين الاماراتي والهلال السعودي رجع لنا تاني عبر سكايب. يا فندم اهلا بيك مجددا. هاي الصوت الان جيد؟ انا اسمعك بشكل جيد. كنا نتحدث عن حسين الشحات، قلت لك انه حسين الشحات قعد فترات صعبه مع النادي الاهلي لا يقدم اداء كبيرا بعد انضمامه من العين الاماراتي، ولكن في هذا الموسم حسين الشحات هو احد افضل لاعبي النادي الاهلي. لماذا مر حسين الشحات بهذه المرحله الصعبه في وجهه نظرك، ولماذا تحسن كثيرا هذا الموسم؟ I understand beginning, but at the end of the question, I didn't understand you very well. You asking about Hussein El Shakhat is a great player. I cannot talk what he do now in Egypt because حسين الشحات هو لاعب كبير ولاعب عظيم، لا يمكنني الحديث عن المستويات الرائعة التي يقدمها الآن. أنا أتمنى كل توفيق ونجاح. أنا لا أعرف إذا كان هل سيشارك من البداية في هذه المباراة، ولكن أتمنى أن يشارك من البداية كأساسي ويصنع مستوى جيدا ورائعا مع النادي الأهلي.